وكيجبني المعامله ديالها تمن عندها غيزونا بال... كنمشي عندها هنا كنجي عندها هنا كنمشي عندها جديده الله يعمرها دار. السلعه زوينه كاليتي زوينه واخا انا برا، مي كنجي عند فاتحه باش كناخذ هاد الحويجات. الناس بارك الله ما شاء الله غزاله. السلام عليكم، معكم فاتحه الفارسي الملقبه بام صابرينا، متزوجه ام لاربعه اطفال وتاجره. سبب النجاح ديالي وسبب النجاح ديال اي تاجره هو الحب للمهنه ديالها والعطاء اللي كنعطي والاستمراريه طبعا والاجتهاد. الا ما كانش الاجتهاد طبعا ما غاديش يكونش النجاح. الا اجتهدت كل ما اجتهدت المراه كل ما تتوصل لذاك الهدف ديالها. اللي كيميزني هو الاجتهاد والكفاح، وديما كنحاول نقلب على الجديد. يعني اي حاجه جديده كاينه في السوق الاوروبيه ولا في اي بلاصه خصني نجيبها وندخلها للمغرب، سوا لي غون تاي سوا لي بتي تاي، يعني متبعه لا مود والستايلات اللي تيدخلوا جداد. هي اول حاجه تهافت الزبائن بصفه عامه على اي محل تجاري تيكون من المعامله ديال صاحب المحل. الا كان صاحب المحل بشوش وذو ابتسامه، يعني كتعامليهم كان اصدقاء ديالك وكان صحاباتك جايين عندك المحل ماشي زبائن، يعني المعامله هي الاولى. عاد كنشوفوا النوع ديال السلعه. بالنسبه للسلعه التركيه عليها اقبال كبير الصراحه، مؤخرا كان على واحد الاقبال كبير ودارت ضجه في المغرب، لان كتميز بالجوده ديالها وبالاوفر سايز. يعني جميع السلع التركيه تيكونوا فيهم لي تاي من 42 حتى تقريبا 56 اللي ما كنلقاوش بزاف في السلعه الاوروبيه. هذا هو الفرق ما بين السلعه الاوروبيه والسلعه التركيه. تيقول لك الصراحه قالوها الناس قدام، شكون عدوك خوك في الحرفه. هذا الشيء اللي كاين. مي الحمد لله انا السمعه ديالي مزيانه في السوق، والحمد لله كنتعامل زعما تيقولوا كيف ما تيقولوا رزق الله، كل واحد ورزق عنده، وقال لك البيبه مصفى والارزاق مختلفه. هذا الشيء اللي كاين. مي انا كل ما شاهدت كل ما اي تاجر شاهد كل ما تيكون المدخول وكل ما تتكون كيكون الاقبال على السلع. هي الصراحه ما كاينش واحد الفرق. في كنجيب سلعه اوروبيه كتخدم لي مزيان، كنجيب سلعه تركيه تتخدم لي مزيان، كتبقى طريقه التسويق ديال السلعه. لو برودوي كيفاش انا غنسوقو وكيفاش غنجذب لي كليون ديالي باش يشوفوه. هذاك الشيء علاش انا كنت من 2013 وانا اتجهت لي لايف. لي لايف ملي كديريهم لي كليون سيكونوا جالسين في المنازل ديالهم مرتاحين لابسين، يعني عاقلين على ريوسهم، بغيت تيشوفوا اللبس وتيشوفوا لا تاي وتيشوفوا لو موديل. هذاك هو اللي تيجذب لي كليون ديالك باش كيجيو عندك المحل، يعني بلا ما تيديروا واحد المجهود باش يبقاو يقلبوا على لي موديل. هي الصراحه احسن وقت خدمت فيه ملي بديت التجاره هي في عز الازمه ديال الجائحه. انا خدمت الصراحه، كنت اول امراه في المغرب دارت لو لايف. كانوا جميع الدكاكين وجميع لي ماغازان سادين، الا انا كنت خدامه عن طريق التواصل الاجتماعي. يعني كنت كندير لي لايف من الدار، كنجيب السلعه وتنسوقها بالليفغيزون. هي الصراحه الليره كتنخفض وكترتفع او ميم طون، يعني تقدر تكون اليوم منخفضه الست العشيه طلع ما عندهاش واحد. مي اللي غنقول لك هو احنا ملي كنجيبوا احنا السلعه ديالنا من لا تركي راه عندنا مصاريف ديال الشحن، راه عندنا سفر، يعني باش كنسافروا راه عندك طياره، عندك طريق، عندك انتيا اوتيل، عندك عاد تتقدي السلعه عاد تشحنيها للمغرب، بعد كتخلصي عليها الشحن الديوانه، يعني بزاف في المراحل تدوز من السلعه باش كتوصل على المغرب. ولكن حنا كنحاولوا نبيعوا باثمنه جد مناسبه للكليون ديالنا، يعني تيكون الربح غير قليل البركه وصافي. تنشكركم بعدا بزاف وتنقول تنحيي المراه المغربيه والمراه العربيه، وتنقول لها يفو با بي سيليبرا، يعني خصك تكونوا ديما على القرص كيف ما كيقولوا المغاربه، يعني الاجتهاد، والمراه ما تحقرش راسها ديما تخدم غير بشويه راه تقدر توصل لشي حوايج الهدف ديالها ان شاء الله. تعامل مع جميع الطبقات، يعني كي فهمتي بحال بغيتي تبدلي بغيتي تشونجي بغيتي شي حاجه، يعني ما كتلقاش معها مشكل نهائي صراحه. ما عمرها دار حتى الثمن جد مناسب بالمقارنه مع شي وحدين، جد مناسب الثمن مزيان. السلعه غزاله، لان كون ما كانت السلعه غزاله ما غيكونش هذه الكميه الهائله ديال الناس.